وكان مهم نعرف الاهلاويه مستنيين ايه من النادي الاهلي. تعالوا نشوف امنيات الجماهير للاهلي في 2024. النادي الاهلي مصدر سعاده للشعب المصري كله عموما، معظمه يعني، وهو يعني دايما سبب انه بيفرحنا، فاتمنى في السنه الجديده يفضل مفرحنا ويفضل مشرفنا في العالم كله من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يبقى احسن نادي في البلاد العربيه كلها وياخد الكاس باذن الله، ونتوقع منه ان شاء الله ان شاء الله انه هياخد الكاس السنه دي. اللي اتعمل في النادي الاهلي ما فيش انجازات اي رئيس نادي عمله الا الكابتن محمود الخطيب، فبنتمنى له النجاح وللنادي النجاح وللعيبه النجاح وللعاملين في النجاح وللقناه في النجاح. اتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله مزيد من الانتصارات وتحسن في مستوى على جميع البطولات، ومزيد من البطولات زي ما عودنا دايما النادي الاهلي بالبطولات العظيمه والاسم الكبير اللي موجود في افريقيا والوطن العربي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع الارض. نجاح دايما وان هو باستمرار يكسب، وان ولادي ان شاء الله يبقوا احسن لعيبه في النادي الاهلي باذن الله. اتمنى السنه الجديده للاهلي مزيد من التفوق والنجاح، ودايما تبقى لعيبه الاهلي هم المركز، ياخدوا دايما المركز الاول. بتمنى النادي الاهلي يكسب في كل الالعاب. بتمنى لكل النادي الاهلي يكسب في كل الالعاب. بحلم ان هو يبقى يفضل نادي القرن ويبقى أعلى المراكز في كل المباريات وفي كل الألعاب كلها. أهلي كيان ومكان في القلب وعشرة عمر. أتمنى للنادي الأهلي أنه يظل دائما مصدر للسعادة بتاعتنا. يعني هو احنا بنفرح لما بنشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات ونحس أنه هو مصدر السعادة بالنسبة لنا. احنا المشنات والكبار بنفرح لما النادي الاهلي بيكسب، والشباب والصغيرين اتمنى له دايما هو اللي يفوز، هو اللي يعودنا انه البطل اللي بيلعب بروح البطوله بيفوز بالدقائق الاخيره كانها ضربه قاضيه بالبوكس. دايما يا رب النادي الاهلي كده مشرفنا ويحصل على كل البطولات ويفرح جمهوره ويبقى الفائز الاول في كل شيء باذن الله. بنودع 23 وبنستقبل معاكم بعد ساعات 24. نتمنى يا رب تكون سنه سعيده بالخير وبالسلام على مصر وعلى الشعب المصري وعلى الشعوب العربية وعلى الأمة الإسلامية، وكل دعواتنا وخالص تمنياتنا لأشقائنا في فلسطين وإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم إن شاء الله إن آجلا أم عاجلا، فالنصر لنا بإذن الله. كل التمنيات الطيبة لكم الأهلوية بسنة سعيدة عليكم، ونتقابل إن شاء الله في السادسة في السنة الجاية.